ما يدركه المأموم هو أول صلاته، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. توضيح هذه الصورة، تصور لو أنك دخلت مع الإمام في التشهد الأول فاتتك ركعتان، هو سيقوم إلى الركعة الثالثة، هذه الركعة الثالثة هي الركعة الأولى لك، بمعنى لو أن الإمام أطال فاقرأ الفاتحة واقرأ سورة بعدها، وكذلك في الركعة الرابعة للإمام هي الركعة الثانية لك، اقرأ إن كان هناك وقت وأطال الإمام تقرأ الفاتحة وسورة بعدها. فما يدركه المسبوق هو أول صلاته.